مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في هذه السلسلة المتتالية من الحلقات الخاصة التي نستذكر فيها أحداث الحرب على غزة يوما بيوم كي لا ننسى. نحن الآن في اليوم السابع من الحرب، الثاني من كانون الثاني يناير من العام 2009، حيث ارتفعت في ذلك اليوم حصيلة الشهداء إلى 432 فلسطينيا، من بينهم أكثر من 50 طفلا و17 امرأة واثنين من طواقم الإسعاف، إضافة إلى 2280 جريحا. في مثل هذا اليوم قال مواطن عربي كلاما مؤثرا، قال: إذا كنا نحن سنلوم آباءنا لتقصيرهم في نكبة عام 1948، ما الذي سنقوله لأبنائنا في نكبة عام 2008؟ أسبوع كامل يمر على سكان غزة والرصاص الإسرائيلي يصب على رؤوسهم صبا، مئات الشهداء والجرحى في الأسبوع الأكثر دموية الذي يشهده الشرق الأوسط منذ حرب حزيران عام 1967. نترككم الآن مشاهدينا الكرام مع تقرير مصور كانت قناة الحوار قد بثته في مثل هذا اليوم من العام 2009 في برنامج أضواء على الأحداث. لليوم السابع على التوالي، إسرائيل تدك غزة بلا هوادة، حتى المساجد لم تسلم من القصف. أكثر من 12 منزلا دكت. تل أبيب تقول إنها لقيادات حماس. إسرائيل تريد أن تكرع في الدم الفلسطيني حتى الثمالة. نزار ريان بنسائه الأربع وأطفاله العشر أصغرهم سنة أبيدوا عن بكرة أبيهم بعد المقرات الحكومية المدنية وبعد المدارس والمستشفيات. تل أبيب لم يبق لها في غزة إلا المنازل. المقاومون الفلسطينيون لم يثنهم كل ذلك، فلليوم صواريخ مواقع أبعد في عمق إسرائيل من ذي قبل، مليون إسرائيلي باتوا على مرمى الصواريخ. تل أبيب ترمي بمنشوراتها على المنطقة الشرقية من القطاع، تحث الفلسطينيين على الاتصال برقم هاتف سري أو إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني للإبلاغ عن مواقع مطلقي صواريخ المقاومة وأي تعاون ترجوه إسرائيل من شعب تسحقه بالليل والنهار. باعتراف القيادات العسكرية الإسرائيلية، لم يفلح الهجوم حتى الآن في وقف الصواريخ. صفارات الإنذار في سيديروت وعسقلان وبئر السبع لم تتوقف، ورقعة الملاجئ تتسع كل يوم ما دامت الرادارات العسكرية تلتقط الصواريخ كل يوم. وفي غزة الفلسطينيون صباحا يصطفون في طوابير أمام مقرات الأونروا للحصول على المعونات الغذائية. مليون ونصف المليون يواجهون وضعا إنسانيا قلقا للغاية في ظل القصف الجوي الإسرائيلي المستمر بلا هوادة، فيما تستغيث وكالة الأمم المتحدة العالم أجمع 34 مليون دولار من أجل الدواء والغذاء. القصة عند معبر رفح تكاد تكون مختلفة تماما، فالمعبر الذي يمسك بزمامه الجار الشقيق يفتح بالكاد، وإذا فتح فإنه يغلق بعد ساعات. إمدادات طبية وغذائية وسيارات إسعاف ومولدات كهرباء تدخل غزة على نحو بطيء جدا لا يتناسب والكارثة التي حلت بالقطاع. إذن سبعة أيام على الحرب، نصف الحرب شنت في انتظار نصفها الثاني، التحرك البري، والأهداف هي وقف إطلاق الصواريخ، ضرب حماس حتى تصبح غير قادرة على شن أي هجمات، وخلق واقع أمني مغاير وطويل الأمد، واستعادة هيبة الردع. هكذا تقول إسرائيل، أهداف كلها لم تتحقق باستثناء الضرب ثم الضرب ثم الضرب. فهل ستنجح إسرائيل في تحقيقها خلال الأيام القادمة؟ وإلى أي مدى ستصمد حماس؟ جواب ستحمل طياته الأيام القادمة.
نحن إذن في اليوم السابع وهو يوم الجمعة الأول بعد العدوان والذي أعلن يوما عالميا للغضب. وقد صلى الغزيون جمعتهم على أنقاض المساجد التي دمرها الرصاص المصبوب. اللهم من دمر مساجدنا ومدارسنا فأهلكه يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. في اليوم السابع ومع انتظار القوات البرية الإسرائيلية المتأهبة على طول الحدود مع قطاع غزة لصدور الأوامر ببدء العمليات، كثف طيران الحرب الإسرائيلي غاراته التي استهدفت المنشآت المدنية بعد نفاذ الأهداف الحكومية مثل منازل المواطنين والمساجد والمناطق المفتوحة كالساحات العامة، حيث استشهد في ذلك اليوم 7 فلسطينيين من بينهم 5 أطفال، 3 منهم من عائلة الأسطل في بلدة القرارة جنوب شرق قطاع غزة، عندما باغتتهم قذيفة صاروخية أثناء لعبهم كرة القدم قرب منزلهم، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على القطاع إلى 430 فلسطينيا من بينهم أكثر من 50 طفلا و17 امرأة واثنين من طواقم الإسعاف. من جهة أخرى، واصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من داخل القطاع على المدن والبلدات الإسرائيلية ملحقة أضرارا مادية وبشرية أكثرها بسبب الهلع. Thank you.
مرحبا بكم. نحن إذن نتابع أحداث اليوم السابع من الحرب على غزة التي شهدت قبلها بيوم ملحمة أسطورية سطرها من بات يعرف بأسد غزة الشيخ نزار ريان، الرجل الذي رفض كل دعوات الهروب والاختفاء وقال: كيف يليق بي أن أدعو الناس إلى البقاء في بيوتهم وتحدى القصف وأختفي مع عائلتي؟ جلس هو ونساؤه وأطفاله في مشهد سريالي خلد مرة أخرى انتصار الدم على الرصاص والفوسفور الأبيض وكل ما تقذفه الآلة الحربية من حمم الحقد. هذا المشهد الدامي كأنه نزع ما تبقى من خوف في قلوب الغزاويين، فخرجوا في مئات الآلاف بعد أن أدوا صلاة الجمعة تحت أصوات الطيران الإسرائيلي. خرجوا لتشييع الشيخ نزار ريان وزوجاته وأطفاله الذين قضوا في قصف اليوم السادس، وليعطوا إشارة الانطلاق ليوم الغضب العالمي. وليختبر الله صبرنا، وليختبر الله ثباتنا، وليختبر الله أفصحت عنها. طبعا كانت هذه جنازة عائلة الشهيد نزار ريان. مرحبا بكم من جديد في متابعة أحداث اليوم السابع من حرب غزة في ذكرها السنوية الأولى. يوم الغضب في تلك الجمعة انطلق من الضفة الغربية، حيث خرج الآلاف بعد صلاة الجمعة في مظاهرات قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية عدنان الضميري إنها أعطيت التراخيص شرط أن لا يتم رفع أي راية غير العلم الفلسطيني. أما القدس فشهدت مواجهات متفرقة بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال التي ضربت طوقا أمنيا حول المسجد الأقصى ومنعت المصلين من الوصول إليه. عالميا مشاهدي الكرام، ومن أقصى الشرق في قارة أستراليا بدأ يوم الغضب بخروج الآلاف في مظاهرات تلت صلاة الجمعة. يستحبون الحياة الدنيا على الأولئك
وفي إندونيسيا خرجت الجماهير المليونية في أكبر مظاهرات شهدتها جاكرتا منذ سنوات طويلة. في الهند تظاهر المسلمون أمام مساجدهم بعد صلاة الجمعة لنصرة إخوانهم في غزة. وشارك آلاف الباكستانيين والأفغان في تظاهرات متفرقة في عدة مدن باكستانية وأفغانية احتجاجا على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي اسطنبول وأمام مسجد بيزيد التاريخي وهو قلب المدينة تظاهر آلاف الأتراك في مشهد قلما شهدته هذه المدينة التاريخية في قضية غير تركية. ومن تركيا إلى لبنان في بيروت سار اللبنانيون نحو السفارة المصرية يحملون نعوشا رمزية لشهداء غزة منددين بالتواطؤ العربي، كما عمت المظاهرات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وضاحية بيروت الجنوبية. مظاهرات بيروت هذه مشاهدي الكرام تكررت في كل العواصم العربية، ففي القاهرة ورغم تعزيز انتشار الشرطة حول مساجد القاهرة الكبرى تم اعتقال 40 من جماعة الإخوان المسلمين. تجمع الآلاف من المصريين أمام المساجد بعد الصلاة للتعبير عن غضبهم، وتكرر المشهد في الجزائر والرباط وفي تونس. حيث تحدى الآلاف حضر التظاهر بعد إقامة صلاة الغائب في قلب العاصمة بإمامة الشيخ عبد الفتاح مورو. وفي استاد عمان الدولي هتف 100,000 من الأردنيين في مهرجان خطابي حاشد تحت شعار لبيك غزة، وتحدثت الجماهير التي جاءت يومها من سائر المحافظات وضاقت بها جنبات استاد عمان الدولي برودة الطقس، وشددت على نصرة أهالي غزة في مواجهة عدوان إسرائيلي غاشم متواصل لليوم السابع راح ضحيته أكثر من 432 شهيدا وأكثر من 2,280 جريحا. ننتقل الآن إلى إفريقيا، حيث تجمع أكثر من 500 متظاهر في أحد أحياء العاصمة الكينية بعد أن خرجوا من صلاة الجمعة في مسجد الجامعة، ورددوا شعارات رافضة للعدوان الإسرائيلي ومتضامنة مع الفلسطينيين. وامتدت مشاهدي الكرام حركة التضامن الإفريقية إلى أقصى جنوب القارة السمراء في كيب تاون. إلى أوروبا حيث اتجهت الاحتجاجات في لندن
إلى السفارة المصرية بقلب العاصمة البريطانية للتعبير عن الغضب من تصريحات الرئيس المصري محمد حسني مبارك يومها برفضه القاطع فتح معبر رفح وتفهمه للمخاوف الإسرائيلية من تهريب السلاح إلى غزة. هذا المشهد مشاهدي الكرام تكرر في واشنطن، حيث توجهت المظاهرة الكبرى التي نظمتها الجمعيات الإسلامية والعربية والأمريكية المناهضة للحرب إلى السفارة المصرية للمطالبة النظام المصري بفتح المعابر، لكن نداءات المتظاهرين لم تستجب. ونسمع معا مشاهدينا الكرام هذه النداءات التي لم تلقى أي استجابة تذكر لدى صانع القرار المصري، فبقي معبر الوحيد المعبر رفح يعني الذي يربط غزة بالعالم العربي مغلقا في وجه العابرين الذين باتوا ليلة أخرى في العراء. ومن التحركات الشعبية إلى المستوى الرسمي، حيث واصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي مساعيهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل جلسة مجلس الأمن التي تقرت ليوم الاثنين دون أن يجد آذانا صاغية من الجانب الإسرائيلي الذي أكد عزمه على المضي قدما في هذا العدوان. هذا في حين جددت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أنذاك مساندتها للحرب التي تشنها إسرائيل. I want to begin by noting that Hamas has held the people of Gaza hostage ever since their illegal coup against the forces of President Mahmoud Abbas, the legitimate president of the Palestinian. أما على المستوى العربي فيبدو أن العطلة الأسبوعية فرضت وتيرة بطيئة لعمل الجهات الرسمية العربية لتترك الكلمة للجماهير في يوم غضب عارم امتد من قارة أستراليا إلى القارة الأمريكية في مواجهة عدوان الرصاص المصبوب. هكذا كان الحال في يوم العطلة، فهل كان أداء الحكام العرب أفضل من أيام العمل؟ هذا السؤال بالتأكيد سيجيب عنه التاريخ. هكذا مشاهدي الكرام نسدل الستار على ذكريات اليوم السابع من حرب الرصاص المصبوب وحرب الفرقان على غزة. ارتفعت في ذلك اليوم حصيلة الشهداء إلى 432 فلسطينيا، من بينهم أكثر من 50 طفلا و17 امرأة واثنين من طواقم الإسعاف، إضافة إلى أكثر من 2280 جريحا. إلى اللقاء في اليوم الثامن. اختبر الله ثباتنا.
وليختبر الله. أفصحت عنها آيات كتاب الله أيها المؤمنون، إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الله أكبر.